عدد من الرسائل التي أرسلها مسيح كركوك للعالم بشكل عام والعراقيين بشكل خاص، تهدف لنشر الأمن والمحبة والسلام بعد قدوم العام الجديد، وأن يكون عاما بعيدا عن العنف والإرهاب الذي يتعرض له المسالمون وعودة النازحين إلى ديارهم ومناطقهم، وأن يعم الأمن والأمان على العراق وجميع العراقيين. رسالتنا بهذا العيد أنه ينشر الأمن والسلام بالعراق ونخلص من العنف الإرهابي ونعيش كلتنا بسلام ومحبة وفرح. ما يصير فرق بيناتنا أبد، كلنا إخوان. أهم شيء أنه نرفع اسم العراق دائما ونعيش بمحبة وفرح. أعياد ورأس السنة الجديدة هي عبارة عن رسالة للحب والسلام، وبالنسبة لرسالتي وأمنيتي للشعب العراقي أريد أن أقول أن عام 2020 سيكون مليء بالحب والسلام. أتمنى لأخوتي السلام والأمان، وأتمنى أن يكون هذا العام عام خير ومحبة وسلام على جميع العراقيين. نبتهل إلى الله أن يعم السلام والمحبة والألفة بين أطياف الشعب العراقي وخاصة كركوك، وعودة النازحين إلى البلاد إلى مناطقهم كلهم إن شاء الله، وظل محبة وألفة بين العراقيين كافة. ونريد طلب للشباب ساحة التحرير أن يحققون أمنياتهم. جميع العراقيين الشرفاء ابتهلوا ويبتهلون إلى الله عز وجل أن يكون هذا العام عام الأمن والسلام وتحقيق جميع الأمنيات، وأن تنتهي مظاهر الإرهاب والعنف، وأن يكون العراق سالما غانما، وأن يعلو علم العراق على جميع ربع أراضي المعمورة. عدنان جاف، فضائل التغيير، كركوك.